السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم قناة شوف وتعلم مع إيمان. كما تشوف معايا اليوم ماشين ديال القهوة، هذه غادي نصايب قهوة هنايا. بعد قبل ما نبدا نصايب القهوة غنشرح لكم. هنا عندنا بلاصة الماء، كنديروا هنا الماء صافي، وهنايا يعني شنو خاص يعني شنو نقول لكم الريغلاج ديالها. وبالنسبة لهنايا كنديروا القهوة، كنديروا القهوة وكنبريسوها هنا كيف ما كتشوفوا، كنقادوها هنا صافي. ومن بعد كنشعلو، انا ما كنديرش هادي حتى كنشعلها، كنخليها تسخن. ملي هي شعلات بطونه حمراء، ملي كتسخن كتشعل البطونه الحمراء كيف ما كتشوفوا. ملي تكتب اوكي اوتوماتيكمون ندخل هادي هنا، هي كاينه بلاصتها، وغادي نشد الكويس اللي صابط فيه القهوه وغادي نحطو نوجدو. تسمع من هي بدات كدير واحد الصوت. وبالنسبه لهادي راه هي ديال الشوكولاشو، باش كدير البخار باش كتسخن لك الحليب كما كتشوفوا معايا هنا. حيد دات لينا اوكي، من بعد ما دارت اوكي صافي غادي ندخل القهوه هكا وكندور كنزير. ثم بعد كتشوفوا هنايا زيرتها صافي، كناخذوا الكويس اللي غادي نوجدوا فيه القهوه كيف ما كتشوفوا معايا. كنتمنى تكون بانت لكم صافي، وكندوز هذه من هنا لهنا. هاي القهوه كتهبط صافي، كتبقى تعمر لك الكيس. هنايا راه اوكي طفات، تعطلت عليها حيت كتشعل اوكي، خاصها اوتوماتيك ما تشعل اوكي صافي، كدوزيها دوزها تعصر لك. هاي القهوة ديالنا ديرها تسخن عاوتاني باش نكملو. هاي دابا كتسخن، عرفتي ما نقولش لكم روعة روعة كتجي صراحة. انا تعصرت القهوة كون خضر، كنت نايمة من القهوة ديال الزنقة. هانتوما نكمل هنايا، كي اللي بغا خفيفة، اللي بغا خفيفة تشوفو كنعمر الكاس. اللي كيبغيها ما خفيفاش يعمرها بالنص، كي بغا قاصح يدير غير شي شوية. هو معايا شوفو الشكل النهائي ديال التقديم ديال الكافي لنفسي. هذا هو الشكل النهائي كيف ما كتشوفو معايا. كنوجد القهيوة وكنحط حليوات وكويس ديال الماء. هذا هو الشكل النهائي. كنتمنى الفيديو ديالي من الاعجاب ديالكم. كنتو معايا في قناه شوف وتعلم مع ايمانو. شكرا لكم على الدعم ديالكم، نهاركم مبروك، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.